تعدد اسناده او لم يتعدد اسناده، يعني له اسانيد متعدده او له اسناد واحد. فان كان اسناده متعددا فاطلاق الصحه والحسن عليه يكون باعتبار اسنادين او اسانيدين. فاذا كان الحديث له اسانيد متعدده فاطلاق الصحه والحسن عليه يكون باعتبار اسانيده المتعدده، بمعنى انه ربما يكون له اسناد حسن ويكون له اسناد اخر صحيح، اسناد حسن واسناد اخر صحيح. هذا اذا كان الحديث له اكثر من اسناد. فيقال حديث حسن صحيح، اي له اسناد حسن وله اسناد صحيح. تمام. وبذلك يكون قوله حسن صحيح فوق ما قيل فيه انه صحيح، لان له اسنادان، اسناد صحيح واسناد حسن. فما له اسنادان احدهما صحيح احدهما حسن اقوى ممن له اسناد واحد صحيح. نعم. واما اذا لم يكن اسناده متعددا فان اختلاف ائمه الحديث في حال راويه حمله على ان يقول فيه حديث حسن صحيح، وذلك بان قال بعض ائمه الحديث فيه انه صدوق، وقال بعضهم انه ثقه، ولم يترجح عند المحدث المجتهد بالتخريج قول منهما، أو ترجح ولكنه أراد أن يشير إلى كلام الناس فيه فقال حسن صحيح، أي فكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند آخرين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد لكنه قال فيه حديث حسن صحيح يشير بذلك الإمام الترمذي إلى اختلاف العلماء فيه. فالعلماء منهم من قال إن إسناده صحيح ومنهم من قال إن إسناده حسن، فأراد الإمام الترمذي أن يشير إلى القولين فقال حسن صحيح، غاية ما فعله أنه حذف حرف التردد، وكان ينبغي أن يقول حسن أو صحيح، فحذف حرف التردد فقال حسن صحيح. ربما هو يشير إلى اختلاف العلماء أو ربما ترجح عند العلماء لكنه أراد أن يشير إلى وجود الاختلاف في أصل هذا الحديث هل هو حسن أو صحيح، وهذا اصطلاح خاص بالإمام الترمذي. وعلى هذا فما قيل فيه حديث حسن صحيح يكون دون ما قيل فيه صحيح، أقل مما قيل فيه صحيح، هذا إذا كان له إسناد واحد، لأن الجزم بالصحة أقوى من التردد فيها. وبذلك انتهى الكلام على وجه الإيجاز والاختصار فيما يتعلق بالحديث الحسن، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفتح لنا ولكم أبواب الفتح والقبول والتيسير، وأن يعيننا وإياكم على ما أقامنا فيه. اللهم أعذبنا بأداء سيدنا محمد، وألفنا بأخلاق سيدنا محمد، وعلمنا من علوم سيدنا محمد، وفهمنا بفهوم سيدنا محمد، واصل كل زواجر زواجرنا من أهوال سيدنا محمد. اللهم شرفنا في خدمة سنة نبيك المصطفى الكريم، وأعنا على حفظ ومدارسة وفهم كتابك العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، واجعلنا من دعاتك الداعين إليه، وهداتك الدالين عليه، ومن خاصتك الخاصين لديك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله.